العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحت الكائنات بحمده وعنت الوجوه لعظمته ومجده. أشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة وأنذر الأمة وبشرها وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم ارض اللهم عن أصحاب نبيك أجمعين، كانوا يصبحون وفي أعينهم آثار ليل مضى باتوا فيه سجدا لله يتلون كتابه ويتدارسونه فيما بينهم، كانوا إذا ذكر الله تنهمل دموعهم حتى تبتل ثيابهم، أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. ثم أما بعد، فيا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل تعلمون ما هو أول أمر في كتاب الله عز وجل؟ السؤال مرة أخرى، ما هو أول أمر في القرآن الكريم؟ إنه في سورة البقرة، في قول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إن الله جل وعلا خلق الناس لعبادته، إن الله خلق الثقلين الإنس والجن لعبادته. في سورة الذاريات يقول ربي جل جلاله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن ربي جل وعلا يطعم ولا يطعم، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. العبادة ليست مختزلة في شعائر تؤدى في المساجد، أو في أيام يصومها المرء خلال العام، أو في دريهام أو في دريهمات ينفقها زكوات على مدار عامه أو على مدار عمره. إنها اسم شامل جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إن التنسك في المساجد عبادة، إن الحكم بين الناس بما أنزل الله عبادة، إن عدل الحاكم في رعيته عبادة، إن قضاء القاضي بالشريعة عبادة، إن توفير أصول الحرف والمهن للأمة عبادة. إن أهل العلم يقولون إن تعلم أصول المهن من فروض الكفايات، يعني تعلم أصول الطبابة والزراعة والصناعة والتجارة من فروض الكفايات، والمقصود بفرض الكفاية أنه من قام به، المقصود بفرض الكفاية أنه واجب على مجموع الأمة لا على جميع أفرادها على سبيل التعيين واحدا واحدا. إذا قام به من حصلت بقيامه به الكفاية سقط الإثم عن الباقين واختصت المثوبة بالقائمين به. أما إذا لم يقم به أحد فإن الأمة كلها تحرج، إن الأمة كلها تأثم. فأرجو أن ينتبه أنه من الدسائس العلمانية الخبيثة أن تختزل شريعة الله جل وعلا في باب الشعائر التعبدية فقط، يعني إن هذا نقل لمفهوم الدين من الحضارة الغربية إلى الحضارة الإسلامية، والبون بينهما شاسع جدا. إن العبادة اسم شامل جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة.
أن تستقيم على أمر الله تعالى منذ أن تنزل قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى أن تنزل قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ما بين هذه وتلك، ما بين دفتي المصحف الالتزام به عبادة لله عز وجل في شتى مناحي الحياة الخاصة والعامة الفردية والجماعية الدينية والدنيوية، كل شؤون الحياة لا تقع لأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي القرآن دليل على سبيل الهدى فيها. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن عبادة العبد لربه تشريف وتكريم، إن الله يشرفه ويكرمه ويعزه بهذا المقام. إن عبودية البشر للبشر مذلة ومهانة، لكن عبودية العبد لله جل وعلا عزة وكرامة. إن القائل يقول ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. نعم، ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. إن الله جل وعلا وصف نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف المقامات وأعلاها وأكرمها وأفضلها. في مقام تشريفه بالإسراء والمعراج قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. في مقام إنزال الكتاب عليه قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.